السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي الطلبة والطالبات. درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية، وهنستكمل معاكم إن شاء الله كورس الصوتيات نطق حروف اللغة الإنجليزية. خدنا معاكم في الفيديو الأول والتاني نطق حروف اللغة الإنجليزية. النهاردة هنركز على 5 حروف مهمين جدا، وهما الحروف المتحركة vowels أو الحروف المتحركة، واللي بيسببوا مشاكل كتير جدا في نطق الكلمات. الحروف الساكنة أو الأصوات الساكنة نطقها سهل وبسيط جدا ومفيهوش مشكلة، ولكن المشكلة في قراءة أي كلمة نطق الحروف المتحركة. لو ركزت معايا في الفيديو النهاردة هنعرف ننطق كل حرف متحرك إزاي. هنبسط الموضوع ده، لو الكلمة فيها حرف متحرك واحد أنا بنطق الحرف المتحرك هنا النطق short أو قصير، أما لو الكلمة فيها حرفين متحركين أو أكتر يبقى هنا هنطق النطق اللونج اللي هو الطويل. تعالوا نفهم الكلام ده. احنا عندنا 5 حروف متحركة في اللغة الإنجليزية: الـ A الـ E الـ I الـ O والـ U، واللي بينتج عنهم الأصوات المتحركة. تعالوا نبدأ بالشورت vowels، الحروف المتحركة القصيرة. أول حرف عندنا حرف الـ A، والنطق الشورت زي ما احنا خدنا في الفيديو الأول A. A زي كلمة cat. cat هنا حرف الـ A اللي في النص ده هنطقه A. A وده اسمه short A اللي هو A. تاني حرف حرف الـ E، والنطق الشورت لي A. A زي كلمة pan. pan انت حرف الإي لوحده كده A. A. الحرف الثالث حرف الآي، والنطق الصحيح لي A. A زي كلمة N. N N يعني في أو داخل، يبقى هنا حرف الآي هنطقه A. A. الحرف الرابع حرف الأو، والنطق الشورت بتاعه زي ما هو A. A زي كلمة ox. ox A. آخر حرف معنا في الحروف المتحركة حرف الـ U، والنطق الصحيح لي A. A احنا بنسميه cup sound لأنه على وزن كلمة cup. cup انت حرف الـ U لوحده اللي في النص ده A. A cup. يبقى ده النطق الشورت لل5 حروف المتحركة. هنضيف عليهم كمان صوتين، شورت U وصوت أخير اسمه شوا. تعالوا نشوف الشورت O زي كلمة put. U U شورت U U والصوت الأخير معانا شوا، وده صوت أخف من حرف الـ A أو أخف من صوت الـ A اللي هو الـ A يعني. بنقول زي كلمة art about، بخطف الصوت كده أخف من الـ A اللي هو صوت حرف الـ A. يبقى ده النطق الشورت للحروف المتحركة. A A ant A A elephant إيه إيه insect آه آه octopus آه آه under. تعالوا دلوقتي نشوف اللونج vowels، الحروف المتحركة الطويلة. لو الكلمة فيها حرفين متحركين هنطق الحرف الأول ومده، يعني مثلا زي كلمة car. هنا الـ AR بينتج عنها صوت اسمه long A اللي هو A زي كلمة car. car الصوت الثاني long E،
لما يجي اتنين اي ورا بعض او الاي اي فانا همسك حرف الاي وامده زي كلمه ميت سيت. هنا بمسك حرف الاي وامده فينتج لونج اي. الصوت المتحرك الطويل التالت لونج او لونج او زي كلمه هورس. او بنطق حرف الاو وامده هورس. الصوت المتحرك الطويل الرابع لونج يو زي كلمة كيوت. يو زي كلمة بلو فبمسك حرف اليو وامده فيبقى لونج يو. يو الصوت المتحرك الخامس والاخير لونج شوا وده صوت صعب شوية لو جه الاي ار زي كلمة بيرد. بيرد هنا اسمه لونج شوا الاو ار او الاي ار. يبقى دولت خمس حروف متحركه طويله.